هوية بريس نحو إعلام هادف. اتهم عبد اللطيف وهبي وزير العدل الجزائر بالوقوف وراء فبركة تصريحات منسوبة إليه بخصوص قبول المغرب للمساعدات الجزائرية. وأوضح وهبي في اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب صباح أول أمس الأربعاء أن الأمر يتعلق بمقال كتبه صحفي مصري نقلته عنه قناة العربية، مشيرا إلى أن القناة أخبرته أنها اعتمدت على قصاصة لوكالة أنباء وتبين أنها وهمية وغير موجودة، مضيفا أنه طالب القناة السعودية بتقديم توضيحات حول الواقعة. وذكرت الأخبار أنه عقب الزوبعة التي أثارتها التصريحات المنسوبة لوهبي بشأن قبول المغرب للمساعدة الجزائرية تلقى اتصالات من جهة مسؤولة، وكان جوابه بضرورة البحث والتحري في حقيقة التصريحات، مؤكدا أن الإجراءات المسطرية واختصاصاته لا تسمح لوزير العدل بقبول أو رفض المساعدات، لأن تدبير المساعدات الدولية هو اختصاص حصري لوزارة الخارجية. هوية بريس نحو إعلام هادف.